اسعار الياميشيز السنه دي مرتفعه شويه. كل ما نسال التجار يقول لك بسبب الحرب بين روسيا واوكرانيا، وده شيء غير معقول لان احنا مالناش دعوه بالحاجات دي. احنا نعرف ان احنا بنستورد القمح والحاجات دي من روسيا واوكرانيا، لما اسعار الياميش مالها مال روسيا ومال اوكرانيا. اسعار السنه دي مرتفعه شويه عن اسعار السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان الموسم بيبدا من 10 شعبان، احنا النهارده داخلين على نص شعبان والاقبال مازال ضعيف. وبالنسبه للاسعار عندي قمر الدين مصري بيبدا من 15 جنيه، ودي الجوده بتاعته حلوه وعاليه عن الـ عن الـ عن المستورد، ومع ذلك والمصريين بيحبوه. خدت بال حضرتك عندي تمر هندي كان السنه اللي فاتت ب 12 جنيه، السنه دي ب 20 جنيه. فرق غير معقول يعني. يعني السنه اللي فاتت كنت ببيع دي ب 12 جنيه. ده بلح بالكاجو كان السنه اللي فاتت ب 22 جنيه، السنه دي ب 28 جنيه. فرق 10 جنيه. عندي بلح بقى بيبدا من 12 جنيه. علبة بلح بتبدا من 12 جنيه، دي بلحة مصري حلوة مجففة، مجففة ونص مجفف. بلح بيبدا من 12 جنيه علبة البلح. الحاجات اللي سيف في ميس رمضان البلح المجفف او البلح الناشف. كاتب بلح حضرتك البلح الناشف كان السنه اللي فاتت الاقبال عليه جامد جدا، السنه دي الاقبال عليه ضعيف. الاقبال اكتر على العلب على البلح المجفف. كاتب بلح حضرتك اكتر حاجه بلح ماشي عندي بلح الواحات. دي بلح الواحات البحريه، بلحه ممتازه. خدت بال حضرتك العلبه بتبدا من 800 جرام لحد 5 كيلو، فاكل الناس ماشيه على بتاخد ال 5 كيلو اكتر من الكيلو. بالنسبه للمكسرات عندي بتبدا من 85 جنيه، سواء البندق او اللوز او عين الجمل اللي هو بالحصى مش بقشره، اللي هو مقشر اسعاره بترتفع طبعا. بنستعد لرمضان بنجيب الحاجه قبلها بشهر. خدت بال حضرتك بتبقى كلها منتجات جديده.